هاي ابراهيم. هاي كيفك ريميرامار؟ كله تمام. الحمد لله great. طيب ميرامار، انا ما راح كتر اسئله كرمال موضوع الديلي بالصوت، بس بدي بلش معك. قص الشباك، انت وجيلبير كنتوا كثير مركزين وليا على موضوع الشباك، رغم انه يعني قص الشباك بملعب غير ملعب الواحد فيها جهد مضاعف تريبل تقريبا، فخبريني عن قص الشباك قد ايه اخذ معك جهد. انا برجع دائما برجع بضلني عم اقولها انه انا هاي اول بطوله لإلي، سو ات واز فيري سبيشال. وكنا عم نتشارع مين حيقص الشبك، انا وليا وريبيكا فانا دغري اول ما ربحنا اخذت المقص من ماريانو ركضت لقص الشبك. فدائما انه مطرح ما انت بتربح بحيالة ملعب انت بتربح فيه، انه اتس نون انه نحن نقص الشبك، وخصوصي انه كان اي ثينك انه وي ميد هيستوري، انه صرنا انه ما قد ايه ما حدا ربحان بطوله، انه حامل البطوله الكاس بنادي رياضي، وانه ات واز سبيشال تو مي بيرسونالي، سو ذاتس واي كان بدي حصه من هيدا الربح يضلوا معي. ميرامار، بالنسبه للفريق سنتي جاي، هيدا سؤال كثير حاطه انا براسي، نحكى عن كثير لاعبات بدهم يعني بدهم يوقفوا هيدي السنه، فيك تخبرينا عن هلا بس برجع بسال ليا اعترضي، فيك تخبرينا شو وضع العيله تبعكم بالنادي كلاعبات؟ معظمنا إلنا زمان بنلعب مع بعض، سو مثل اوريدي في عنا كيمستري كتير حلوة on و off the court، و أكيد تزعل إنه هيك كاليبر من اللعيبة عم بتوقف لأنه بينزل مستوى الباسكت كتير، بس منضلنا عن جد عائلة إن كان on و off the court، ومنتمنى إنه نحن نضلنا عم نلعب مع بعض، إنه هول التشكيلة اللي أنا بالنسبة إلي كانت يمكن من أحلى السنين اللي بلعب فيها بحياتي as teammates و coaching staff وإدارة، وإنه it was for me personally very special. تزعل كتير عليهم إنه ما حيكونوا موجودين معنا، بس إنه بعد عنا هلأ المنتخب بضلوا عم يلعبوا معنا شوي و بيرجعوا بوقفوا، يعني لأ هاي مصيرة الرياضة. يعني في يروح عند ريبيكا ولا ما بتقبلك؟ في يروح عند ريبيكا ولا ما بتقبلك؟ شو بها ريبيكا؟ فينا نروح لعندها. هاي ابراهيم. هاي ريبيكا. ريبيكا بس بدي اسالك عن تجربتك، يعني انت الموسم الماضي صار في يعني كثير عم ينحكى انه وين ريبيكا بتكون في بطوله. انا ما بوافق مع هذا الحكي صراحه، لانه ما بعتقد لعيب لحاله في يربح بطوله، اكيد وجودي مع حيالله فريق بيقدر يعزز تشانسز انه يربح البطوله، بس بالنهايه عمل جماعي، بدنا نكون لعيبه وكاداره والجهاز الفني كلنا على نفس الموجه تنقدر نربح البطوله. لوين ريبيكا عقل رايحه الموسم الجاي؟ رح بلش السيزن بيوروب وبعدين بنشوف حسب اي متى بخلص هونيك واي متى البطوله بلبنان بتكون، اذا بلحق ارجع كمل بلبنان. اي جو احلى، بيروت او الرياضي؟ اثنيناتهم حلوين. بعبد سنتين مع بيروت انبسطت كثير فيهم، المعامله تبع الاداره كثير حلوه، وكمان بالرياضه يعني لو ما كنت مبسوطه ما كنت لعبت معهم 10 سنين، سو الحمد لله اثنيناتهم عم ببسط معهم وعم بتكون المعامله كثير حلوه. ريبيكا ليلى حديد، انا الصوره بعيده عنك. ريبيكا ليلى حديد، انا الصوره بعيده عنك. هاي ليلى. هاي ابراهيم. هاي ليلى، خبريني هيدي اخر سنه رح تكون اليك ولا رح تكفي؟ ليلى خبريني هيدي اخر سنه رح تكون اليك ولا رح تكفي؟ لا هيدي اخر سنه لإلي، بس ما بعرف اذا بقول بريك ولا بقول انه ريتايرمنت تبعي، هيدا الشيء بقرره بعدين، بس من يعني هيدي كانت اخر سنه انهيطا بفوز مع نادي بيروت قبل ما افكر بالبلان الثاني بحياتي. هيدي السنة عن شو اختلفت؟ شو اختلفت ليلى عن السنة الماضية؟ هيدي السنة عن شو اختلفت؟ شو اختلفت ليلى عن السنة الماضية؟
هيدا اختلفت بالفوز أكيد، يعني هيديك السنة ما قدرنا نربح البطولة لعدة أسباب، بس هيدا السنة الحمد لله بالستاف اللي موجود والبلايرز اللي موجودين ودعم الإدارة قدرنا نحقق البطولة. وعطول لما بدك تكون عم تاخد بريك أو لما بدك تنهي مسيرتك بسبور معين، فأحلى شيء تنهي بانتصار. سوكي إلا نكهة خاصة عندي، وثانك يو لكل اللعيبة أكيد وللمانجمنت لإدارة نادي بيروت والكوتشينج ستاف اللي خلوا هيدا الإنجاز نقدر نحققه. أمية أمية كيف الجو عندك؟ قد الحرارة؟ ايه هاي كيفك؟ الجو عندك قد الحرارة؟ صفا ماشي الحال. بدي اسالك عن هيدا اللقب هيدي السنه قد ايه بيعني لك، يعني قد ايه هيك الجو كان جو العيله بالفريق؟ قد ايه هيك الجو كان جو العيله بالفريق؟ كتير بيعني لي، لأنه يعني من هيديك السنة لهالسنة ما كتير تغير الفريق، ونحن أوريدي هيديك السنة كنا أنه كتير كلوس على بعض، فزادت باكس. وصراحة يعني أكيد أنه any team is lucky to have her، وأنه بس زعلت يعني أنه ما قدرت ألعب السيمي فاينلز والفاينلز من وراء الانجري. صح كان عندك بس I'm very happy كيف الفريق they performed. وشفناك قد ايه داعمه انت على السوشيال ميديا وقد ايه حماسك إيه بالملعب من على ما قعد الاحتياط. السوشيال ميديا وقد ايه حماسك بالملعب من على ما قعد الاحتياط. ايه لانه مثل ما قلت يعني انا هول صراحه هول التيميتس عن جد بحسهم مثل اخواتي يعني كمان برات الملعب، لا عن جد كثير بيعانوني. سو هيك التيم سبيريت يعني كان دائما كثير حلو. بنروح عند الكوتش ايهاب. بنروح عند الكوتش ايهاب. هاي إبراهيم. إيهاب بدي يعني الشغلة اللي عندك واللي بتميزك حقيقة مش مجاملة، ولكن الجو صورك على السوشيال ميديا إن كان للكوتش أو للاعبات أو للجهاز الفني هيدي بتعبر عن نفسية، وهيدي أنا دايما بشوفها كبيرة كتير، يعني إيمانك إنه تكون موجود وقديه بنعرف قديه موضوع ستاتستيك. هلأ بنسأل الكوتش جيلبير قديه هيدا الشيء بيساعد أنت بهيدا الجو اليوم مع هالفريق اللي هو بطل لبنان والعرب. الجو اليوم مع الفريق اللي هو بطل لبنان والعرب. بس شو السؤال إبراهيم؟ السؤال الجو هيدا الجو اللي أنت موجود فيه قد إيه عيني لك؟ قد إيه مبسوط فيه؟ هيدا أول شيء أنا كنت بالأكاديمي مع نادي بيروت وكان لي الفرصة أكون معهم بالنادي الأول، وأنا بحس هيدا النادي بيتي. ف أول سنة ربحنا بطولة لبنان كانت كتير حلوة، وهيدي السنة كان لها طعم خاص لأنه كنا كلنا عم نتعامل كعائلة، والجو كان من الإدارة للجهاز الفني للاعبات كان كتير حلو، فهذا الشيء بيخلي جواتك إحساس إنك تعطي من كل قلبك وين ما كنت، وخصوصا مع هذا النادي. واللي كان بيميز هيدا السنة معك يمكن ترسانة من النجوم البنات يمكن ما يرجعوا يقطعوا عليك، يعني هذا الشيء كمان كتير حلو، معك أحسن لعيبة بالعرب، فهذا الشيء كان كتير كتير شعور كتير حلو. وبتمنى البنات اللي كانوا بدهم يعتزلوا يرجعوا عن قرارهم، لأنه احنا بدنا إياهم معنا ما بدنا إياهم يفلوا. أكيد إن شاء الله، يعني دايما اللاعبات المميزات والمدربين هيدول فرصة لحتى نقدر يضلوا معنا. بس حدك الصورة جوسلين. جوسلين جعارة. يا هاي جوسلين اللي عم تخبي طلي علينا. هلو هلو. تحكي عربي؟ اوكي. شو عم تشربي جوسلين؟ شو بدك نحكي بشي غير الباسكت؟ جوسلين بدي اسالك شغله كثير مهمه، انت اليوم معك افضل لاعبات. اوكي بدي اسالك، انت اليوم معك افضل لاعبات موجودات بالارض الملعب، قد ايه مبسوطه معهم؟ قد ايه عم تستفيدي منهم؟ كتير مبسوطة معهم، بالنهاية هذا أحسن لاعب بالعالم مثل ما قال كوتش إيهاب، بتعلم منهم كتير أشياء ومتحسن كتير هالسنة، وإن شاء الله السنة الجاية معهم كمان. أكيد حدك من فيه جويس. أكيد حدك من فيه جويس. يس
جويس صليبة. جويس ايضا انت كمان هاي، انت ايضا من اللاعبات يلي موجوده كنت، واليوم انتم كلكم ابطال، يعني اليوم اللي بيكون عم يلعب اساسي ولا اللي بيكون عم بيكمل التشكيله ان كان عم قاعد الاحتياط كله هو معني باللقب. اليوم هيدا اللقب تحديدا رجع لخزائن نادي بيروت، شو بيعني لك تحديدا رجع لخزائن نادي بيروت؟ شو بيعني لك؟ أكيد هذا اللقب غالي كتير علي، مثل حيالة لقب فزنا فيه مع فريق بيروت من 4 سنين لليوم. أنا دايما موجودة حد الفريق، إذا كان بالملعب أو برات الملعب شو ما بده الكوتش مني أنا ردي لأعطيه، ودايما بشجع رفقاتي لو هن على الملعب وأنا ما عم بلعب، لأنه هن كمان أكيد بشجعوني إذا أنا لو أخذت ماي تشانس جوات الملعب. فأكيد هذا الفريق كتير بيعني لي، ونادي بيروت بعتبره مثل عائلتي، و إن شاء الله لقدام يا رب. أكيد حدك مين حدا يا كوتش؟ ميلودي وباتيل يلا. في ماريان الفيزيوثيرابيست. يلا. بس نفس السؤال بدي أسأل إنه أنتم الجو بالنادي شو بيعني لكم اللقب وأدي هيدي السنة عنتكم؟ شو بيعني لكم اللقب وأدي هيدي السنة عنتكم؟ أدي هالسنة عليكم وأدي إنه هذا اللقب وجو النادي اللي بتحبيه. صراحة صار لي تقريبا 3-4 سنين مع الفريق وبيعني لي كتير، يعني الفريق مثل عائلتي صراحة، وخصوصا مع الربح هلأ هي تاني مرة. ميلودي في باتيل حد هون يلا هي ذاتها نفس الخبرية. يلا اوكي. جو الفريق كان كتير حلو هالسنة، ومن اول ما بلشنا تمرينات من اول ما بلشنا نتحضر كان الجو كتير حلو، وكانوا كتير سبورتيف لقلنا يلي ما قلنا كتير زمان بالليج. وبس إدارة بدي أسألك هذا السؤال لإلك، خلي المكان معك. أنت أسألك سؤال عن الإدارة، جاوبيني الإدارة، أنت قبل ما يتم انضمام يعني قبل ما تيجي اللاعب الأجنبية كان في اعتماد عليك؟ مظبوط. هيدا الشيء قديه عطاكي حماس أكتر، يعني قديه كان في كنتي سعيدة بهيدا الشيء إنه اليوم أنت إذا ما في لاعبات أجنبيات أنت اليوم الأساس بالفريق؟ اليوم أنت صح كوتش؟ إذا ما في لاعبات أجنبيات أنت اليوم الأساس. إن شاء الله صوني يعني. ما فهمت السؤال. السؤال وجودك أنت اليوم قبل ما تيجي اللاعب الأجنبية دورك كان أكبر صح كوتش؟ هيدا الدور اللي كان أكبر انت بالفريق قد ايه عانيلك؟ انا دائما رح اكون جاهزه انه اعطي كل شيء عندي تنربح ان شاء الله. في حدا بعد؟ باتيل قبل اكيد رح ارجع لكم انا. باتيل قبل اكيد رح ارجع لعند، خليني اخذ باتيل نفس السؤال. صار لي أكثر من 3 سنين عم بلعب مع لعيبة صراحة، يعني صاروا مثل الفاميلي فور مي، فكتير بحبهم كلهم والكوتشز والفريق يعني بجنن. كان كتير حلو السنة وربحنا البطولة كملت كل شيء. Thank you. أنيتا Yes. أنيتا باقية مع الفريق سنة الجاي أو فريق؟ Same question. أنا مبدئياً the plan is إنه كمل درسي بفرنسا. Hopefully إذا ما ضبطت روح يعني ضل بالفريق. This is my plan to ضل مع بيروت، لأنه صراحة السنة it was exceptional as a basketballer. It was amazing. يعني it was more than I expected, more than I deserve. يعني شو بدي أقول لك؟ بس إنه we'll see what happens.